السلام الوطني جمعهما، وعلى ملعب سجن برج العرب بالإسكندرية التقيا. إنهما فريق قدام الاتحاد السكندري ومنتخب نزلاء سجن برج العرب في لقاء أداره الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، والذي نظمته مصلحة السجون المصرية إيمانا بدورها الاجتماعي والرياضي نحو السجناء الذين امتلأت المدرجات بهم. اللي الناس متعرفوش إن المسجون بيتعامل كإنسان طبيعي زي له حقوق، كافة قواعد حقوق الإنسان بتطبق للمسجون هنا، من رعاية صحية ورعاية اجتماعية وأكل وشرب وتأهيل نفسي وتأهيل صناعي. المسجون لما بيجي هنا بنشوف ليه هوايات موجودة عنده إيه، اللي عنده هوايات رياضية بيمارس الهواية الرياضية، اللي عنده هواية فنية بيمارس الهواية الفنية، اللي ما عندوش صنعة بنبدأ ندربه. ولكن أنا طبعا كرئيس نادي الاتحاد السكندري، ونادي الاتحاد ليه بعد سياسي، ليه بعد رياضي، ليه بعد اجتماعي، وليه بعد مجتمعي، فكان ليه دور النهارده ان احنا نكون موجودين. بشكر طبعا إدارة قطاع السجون ممثلة في مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون على الدعوة الكريمة، ونادي الاتحاد السكندري لازم يشارك، ومش أول مرة أشارك على فكرة، عملناها قبل كده مرتين ثلاثة، ولكن النهارده في اهتمام إعلامي غير عادي بهذا الحدث. نشكر نادي الاتحاد السكندري ونجومه السابقين والحاليين وجهازه الفني اللي هم جايين ومجلس إدارته اللي هم جايين يشاركوا الأخوة المتواجدين هنا، ودي ناحية إنسانية. وبشكر القيادات السياسية في البلد إن هم خالقين روح الحب والأخوة اللي إحنا شايفينها ديت في النزلاء في سجن برج العرب، واتمنى لهم ان شاء الله ان اخطائهم ما تتكررش، ونشوفهم قريب بره ان شاء الله بعد نهايه مدتهم. يا عمي يا صاحب الجمال يلي انت قادر كان كده. نجوم الفن والرياضه ورجال الدوله جاءوا للانضمام لهذا اليوم الرياضي، وشاركوا السجناء هذه الساعات لتأكيد دورهم الإنساني وواجبهم نحو الدولة. ده دورنا المجتمعي، وده احنا علينا دور كنجوم ان احنا نكون مشاركين وان احنا نكون متواجدين للتخفيف والإسعاد طبعا الناس اللي بتأدي عقوبات هنا. اكيد شيء جيد من وزارة الداخلية كمان، انا بشكرهم على الدعوة الكريمة دي، شيء جيد ان هم يخففوا عن الناس ويجيبوا لهم الناس اللي ما بيحبوهم في إطار لعب كرة القدم اللي كل العالم بيحبها. احنا سعداء جدا ان احنا النهاردة موجودين في يوم رياضي لنزلاء سجن برج العرب، ودي حاجة كويسة، مبادرة كويسة طبعا من مصلحة السجون انها تنظم يوم رياضي للنزلاء السجون يعني، واحنا سعداء بهذه الزيارة. ترفيه للنزلاء لفتة انسانية مطلوبة، ومطلوبة بكثرة كمان، ان انت تروح للناس ديت وتبقى تقضي معاهم يوم رياضي، في رياضيين وفي فنانين، فانا شايفها لفته انسانيه كويسه جدا. اولا انا بشكر سياده مدير امن اسكندريه سياده اللواء مصطفى النمر، ان هو رسم بسمه ورفع من روح المساجين، لان دي حاجه يعني انسانيه بحته، فده يدل على ان هو انسان حساس، وانسان يعني مهما اقول مش هقدر اوفي حقه، لان دي حاجه جميله جدا ان انت تقدر ترسم بسمه على المساجين. انا ممكن اعمل ايه؟ انا اللي بعنا ليهم ما نزلش فيهم عليهم. المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين جاءت لتدخل الفرحة والابتسامة على السجناء، ولتحثهم على رسم خطة جديدة للحياة بعد العقوبة. هو يوم طبعا يوم جميل بوجود كباتن مصر طبعا الموجودة في الملعب والأستاذ صبوت، طبعا يوم جميل طبعا. شرفنا النهاردة نجوم الاتحاد بازوكا ونور السيد وهاني سليمان وجنة كابتن أحمد حسن وأحمد الكاش، يوم جميل عدى علينا. نشاط رياضي وغيره من الأنشطة التي يعيشها سجناء مصر، والتي تؤكد قاعدة مهمة لوزارة الداخلية، وهي أن السجن إصلاح وتهذيب.